الظهيرة من الميادين. سلام الله عليكم وإلى عناوينها. البرغوثي يخوض من سجنه إضراب الأسرى عن الطعام في يومه الرابع، ومسيرات وفعاليات تضامنية في أنحاء فلسطين. الجيش السوري وحلفاؤه يحررون طيبة الإمام بريف حماة الشمالي، واشتباكات عنيفة مع المسلحين في المنشية في ريف درعا. إن هذا العدوان على سوريا من غير المقبول أن يتكرر على الإطلاق. شعبان للميادين، واشنطن لا تريد التحقيق في حادثة خان شيخون، وموسكو تقول الهجوم الأمريكي على الشعيرات هدفه الترهيب وليس تدمير الكيميائي. على وقع استمرار الاشتباكات، القوات العراقية تحرر حي الثورة بالكامل من داعش في الموصل القديمة. مادورو يتقدم مئات آلاف المتظاهرين في كاراكاس رفضا للانقلاب، وتظاهرات مناهضة تتحول إلى أعمال عنف. يواصل مئات الأسرى الفلسطينيين إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع، ووفق مراسلنا فإن القيادي الأسير مروان البرغوثي يقود الإضراب من خلال رسائل أعدها في سجنه رغم العزل. تزامن ذلك مع استمرار الفعاليات والمسيرات التضامنية مع الأسرى في مختلف أنحاء فلسطين، وكان أبرز هذه المسيرات تلك التي دعت إليها القوى الوطنية في رام الله باتجاه معتقل عوفر غرب المدينة، نصرة لقضية الأسرى المضربين عن الطعام حيث حاول الاحتلال تفريقهم. قوات الاحتلال كانت قد شنت عمليات دهم واعتقال في الضفة الغربية، كما قمعت المسيرات التضامنية مع الحركة الأسيرة. إجراءات الاحتلال القمعية لم تضعف عزيمة الأسرى في يومهم الثالث من معركة الكرامة والحرية، فرغم أن هذا اليوم هو الأصعب بسبب ظهور أعراض الألم في المفاصل والعظام والصداع، إلا أن مجموعة أخرى من الأسرى المرضى انضمت للإضراب عن الطعام، فيما أعلنت الأسيرات عن إجراءات تضامنية مع المضربين شملت إرجاع وجبات الطعام. فعاليات والأنشطة التي نقوم بها هي تقصر عمر الإضراب وممكن تحقق مطالبهم يعني بفترة قصيرة، ونحن نتمنى أن تكون فترة قصيرة وأن لا نخسر أي مناضل. قوات الاحتلال عزلت الأسرى عن العالم، كما صادرت الأجهزة الكهربائية من غرفهم وقامت بحملة تنقلات طاولت عشرات الأسرى من هداريم ونقلتهم إلى سجن نفحة الصحراوي. هيئة شؤون الأسرى والمحررين من ناحيتها بدأت سلسلة لقاءات مع ممثلي الدول والقناصل بهدف إطلاعهم على أوضاع الأسرى ومطالبة دولهم بالضغط على إسرائيل. نرفض أن يسيس هذا الإضراب الآن في اليوم الثالث. الآن تستطيع مصلحة السجون أن تذهب إلى قيادة الإضراب وتصل معها إلى اتفاق حول مطالب إنسانية محضة. فعاليات التضامن مع الأسرى المضربين تواصلت في خيم الاعتصام في مختلف المدن الفلسطينية، حيث طالب أهالي الأسرى وممثلو الفصائل بمزيد من الدعم لأبنائهم. أنا ابني كابن أسير بقول للمسؤولين للسلطة الفلسطينية تنزل، ما انحبس عشان فرد، انحبس عشان كرامة. ويؤكد ذوو الأسرى أن مطالب أبنائهم مشروعة وتكفلها المواثيق الدولية، رافضين محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسييس الإضراب. هي معركة الحرية والكرامة يقاوم فيها الأسرى بأمعائهم الخاوية جبروت السجان وعتمة الزنزانة. نسرين سلمي، رام الله، الميادين. ونسرين معي مباشرة من رام الله. نسرين،
هذا بالنسبة لفعاليات اليوم والأيام الماضية. ماذا أيضا في جدول الفعاليات للتضامن مع قضية الأسرى في عموم الضفة الغربية خلال الأيام المقبلة؟ نعم، لما تحدث بداية عن اليوم، كان هناك سلسلة بشرية للأطفال نظمتها القوى الوطنية في مدينة نابلس، أكثر من 500 طفل تم تقييدهم بالسلاسل وشكلوا سلسلة بشرية في وسط مدينة نابلس تضامنا مع الأسرى والتعريف أيضا الأطفال وطلبة المدارس بقضية الأسرى. يضاف إلى ذلك في مدينة رام الله كان هناك مسيرة دعت إليها أيضا القوى الوطنية، خرجت من وسط مدينة أو بلدة بيتونيا باتجاه معتقل عوفر غرب رام الله، وقبل أن يصلوا إلى بوابة المعتقل قامت قوات الاحتلال بمهاجمتهم بالغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت. أطلقت وابل كثيف من الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين مما أدى إلى تفرق التظاهرة. الشبان رشقوا قوات الاحتلال وتصدوا لها بالحجارة والزجاجات الفارغة، لكن قوات الاحتلال هاجمتهم بشراسة وأخرجت أكثر من 5 جبات عسكرية لحقتهم في الجبل القريب، مما أدى إلى تفرق الشبان والمسيرة في الأحياء القريبة في بلدة بيتونيا. الشبان حاولوا العودة والاصطفاف مجددا، لكن قوات الاحتلال بقيت تهاجمهم بالغاز وبالرصاص المطاط. بعد ذلك عاد المتظاهرون إلى خيمة الاعتصام المقامة وسط مدينة رام الله ولا تزال قائمة. طبعا هذه الخيمة تستضيف الوفود الفلسطينية المتضامنة من أهالي الأسرى ومواطني الفصائل وحتى مواطنون يأتون للتضامن مع قضية الأسرى. حال هذه الخيمة هو حال كل الخيام في المدن الفلسطينية المختلفة، في بيت لحم، في نابلس، في الخليل، في أكثر من مكان. طبعا بالنسبة ليوم غد سيكون هناك دعوات لإقامة صلاة الجمعة في خيام الاعتصام كل في مدينته للتضامن مع الأسرى. نعم. وطبعا لتوجيه رسالة للأسرى في سجون الاحتلال أن الشارع الفلسطيني لا يزال متماسكا خلفهم وأنه يدعم قضيتهم، قضية الإضراب من أجل الكرامة والحرية. شكرا جزيلا لك نسرين سلمي مراسلة الميادين، كنت معنا مباشرة من رام الله. في السياق ذاته، أفادت آخر حصيلة بوجود أكثر من 300 طفل أسير في سجون الاحتلال في جريمة مكتملة الأركان بحق القوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان وحقوق الطفل، لمحة عن بعض ممارسات الاحتلال وانتهاكات بحق الأطفال الأسرى. هذا تقرير لملاك خالد. 313 طفلا فلسطينيا أسيرا في سجون الاحتلال. نعم، الرقم صحيح، 313 طفلا تحتجزهم سلطات الاحتلال معظمهم من دون محاكمة، ولا تكتفي بذلك بل تعرضهم لظروف توقيف وتحقيق لا إنسانية. أمر ليس غريبا على دولة احتلال، فبعد النكبة والمجازر وتهجير أجدادهم واحتلال أراضيهم يدفع هؤلاء الصغار ثمن فلسطينيتهم يوميا وبشكل مضاعف من براءة أيامهم ومن مصادرة حرية حركتهم ولعبهم وحتى أحلامهم بدفء حضن أم أو رائحة أكل بيتي أو مجرد الذهاب إلى المدرسة. من يذكر، أو لعل السؤال الأدق، من ينسى هذا الوجه؟ هذا أحمد مناصرة، الطفل المقدسي الذي كاد يستشهد مع ابن عمه حسن في عملية إعدام ميدانية شهد عليها العالم. أحمد اليوم أحد الأسرى الأطفال المقدسيين البالغ عددهم 100 طفلين في سجون الاحتلال. العالم كله رأى كيف انتهكت سنوات طفولة أحمد 13 في جلسة التحقيق. ورآه العالم يكبر في جلسة النطق بحكم سجنه 12 عاما. وبعض الأشجار أحمد مثل كل أطفال فلسطين متهم فقط لأنه فلسطيني. لا داعي للتدقيق في أدلة إدانته بالنسبة لسلطات الاحتلال، مجرد أن طفلا فلسطينيا يولد ويكبر ويعي معنى فلسطينيته تهمة كافية بالنسبة للاحتلال لمصادرة حقه في حياة طبيعية كما كل شعبه.
على خط آخر، كشف ضابط إسرائيلي بأن تل أبيب ضغطت لإعادة قوات الأمم المتحدة في المنطقة الفاصلة في الجولان السوري المحتل وتعهدت بتأمين الحماية لها. هذا تقرير لمنال إسماعيل. مجددا عاد الحديث عن الحدود مع الجولان السوري إلى واجهة الاهتمام في إسرائيل، ولا سيما أهميته الاستراتيجية على خلفية الحرب الدائرة في سوريا. القناة الأولى عرضت صورا قالت إنها حصرية لمخيم للاجئين السوريين في الجانب السوري من الجولان، ولفتت إلى أن مخيما بهذا الحجم وبهذه النوعية لابد أن يكون مدعوما من إحدى دول الجوار. مخيم اللاجئين السوريين قرب الحدود الإسرائيلية في الجولان يتسع مع الوقت لأنهم يقدرون أن المجموعات المسلحة لم تطلق النار على هذه المنطقة، والجدير ذكره أن الخيام التي تبنى هناك ليست من النوع الذي يستطيع شخص عادي شراءها، إنما تعود لمنظمات مساعدة أو ربما لدولة جارة تساعد. مراسل القناة الأولى لم ينسى الإشارة إلى الخشية من حضور استخباري لجهات معادية لإسرائيل على الحدود هناك، فتلك الجهات تعمل دائما على رصد التحركات الإسرائيلية في الجانب المحتل من الجولان. لقد لاحظنا وجود رعاة ماشية قريبين جدا من الحدود، وهذا يذكرنا بأسلوب حزب الله في الرصد على الحدود اللبنانية عبر الرعاة، ويبدو أن هذا الأسلوب يتبع هنا أيضا، ونحن نعلم أن حزب الله يتمركز هنا أكثر فأكثر حيث يراقب الجيش الإسرائيلي الوضع جيدا. الله أكبر. إسرائيل التي لم يقلقها وجود المجموعات المسلحة على مقربة من السياج الحدودي في الجولان، بل ولم تخفي تعاونها معها، عبرت عن خشيتها مرارا من حضور حزب الله وإيران هناك. ضابط في الجيش الإسرائيلي كشف في حديث صحفي أن إسرائيل ضغطت من أجل إعادة قوات الأمم المتحدة الأوندوف إلى الجولان وتعهدت بتأمين حماية شخصية لعناصرها. بضغط من إسرائيل لإعادة المنطقة الفاصلة وتمركز قوات الأمم المتحدة فيها، تعود قوات الأمم المتحدة إلى الجولان، وقد تعهدت إسرائيل بحماية هذه القوات ما أمكن. التركيز الإسرائيلي على الوضع في الجولان ترافق مع تجدد دعوات المسؤولين الإسرائيليين إلى ضمه لإسرائيل. نائب الوزير في مكتب رئيس الحكومة مايكل أورن قال إن الوقت حان كي يعترف العالم بالجولان كجزء من إسرائيل، وكشف أن دولا في المنطقة مسرورة لوجود إسرائيل في الجولان. إلى سوريا، حيث يواصل الجيش معاركه مع المسلحين على أكثر من محور. ففي مدينة درعا جرت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومسلحي النصرة وحلفائهم على جبهة حي المنشية في المدينة. قد نشر الإعلام الحربي مشاهد من هذه المعارك التي أعلن الجيش عن تكبيد المسلحين خلالها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وفي ريف حماة الشمالي، حرر الجيش السوري وحلفائه بلدة طيبة الإمام شمال غربي بلدة معردس بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها. صدر ميدانية أشارت إلى أنه تم استخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة في المعارك، إضافة إلى القصف المدفعي والصاروخي المكثف الذي استهدف تحركات وخطوط إمداد المسلحين في المنطقة. وفي ريف دمشق الغربي، تواصل وحدات الهندسة في الجيش السوري معالجة العبوات والعوائق الهندسية التي خلفها المسلحون في الزبداني. وكانت 11 حافلة تقل 500 من مسلحي الزبداني وسرغاية والجبل الشرقي
غادرت المنطقة، بينما نقلت 46 حافلة 3000 شخص من الفوعة وكفرية إلى حلب. معي الآن مباشرة من الزبداني في ريف دمشق مراسل الميادين محمد الخضر. محمد، الزبداني كيف هي بعد خروج المسلحين منها، وماذا يراد لمستقبل هذه المدينة، وأيضا بالنسبة للطرق التي كانت مغلقة ليس فقط باتجاه الزبداني بل باتجاه المنطقة بأكملها، يعني المناطق المحيطة أيضا بالزبداني؟ نعم كمال، في الواقع نحن في عمق هذا المربع الذي كان يتواجد المسلحون به قبل مغادرتهم وفقا لاتفاقية البلدات الأربعة. هذا حي الدقاق الذي يؤدي إلى ساحة السيلان. حاليا في الواقع هناك حالة من الدمار الكبير كما تظهر الصور في هذه المنطقة، في هذا الحي تحديدا، يعني حوالي 5 أعوام من الاشتباكات والمعارك أثرت بشكل عميق. تقوم حاليا، يعني ما يجري حاليا هو وحدات الهندسة، يعني حتى الآن هي التي تقوم بالجهد الأكبر محاولة لتمشيط كل هذا المربع، يصل مساحته إلى 1 كيلومتر مربع. هي أحياء قديمة فيها دمار كثيف وكبير جدا، دمار ببيوت المدنيين يعني غير صالحة في الواقع، يعني كما تظهر يعني جولة سريعة داخل تلك الأحياء. حاليا هو جهد لتفكيك العبوات المفخخات. الطرق في الواقع لم تفتح في الخارج للمدنيين، يعني خشية على أي طارئ ربما يتصل بالعبوات أو ما يتصل بالمفخخات أو قبل المسح في الواقع الهندسي لهذه المنطقة. ربما تحتاج إلى وقت طويل في الواقع. هذه الأحياء القديمة هي تشبه كل الأحياء التي جرى يعني تضررت بالأحرى بشكل كبير نتيجة هذه الحرب. هناك الجزء الخارجي في الواقع ما يتصل بالشقق الحديثة أو الأحياء الحديثة أو الفلل أو القصور أو المزارع المحيطة في هذا الحي أو في هذه المنطقة القديمة هي التي ربما الضرر فيها هو أقل. عدا عن ذلك المناطق المجاورة مثلا بقين وسرغايا ومضايا عادت إليها بشكل واضح ملامح الحياة، يعني حتى أدخلت الأغذية، أدخلت الفرقة الطبية، الورشات لإصلاح الكهرباء والمياه، وكل ما يتصل بعودة الحياة إلى تلك المناطق قد أعيدت بشكل واضح، وربما هذا على أمل تشجيع من كانوا قد غادروا هذه المنطقة للعودة إليها بشكل سريع. أما موضوع زبداني ربما يحتاج إلى ترتيبات وتقديرات من الجهات في محافظة ريف دمشق، في الحكومة السورية، وفي بطبيعة الحال قيادة الجيش السوري. شكرا جزيلا لك محمد الخضر مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من منطقة الزبداني في ريف دمشق. سياسيا، قالت وزارة الدفاع الروسية أن تصريحات ممثل منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية عن استخدام السارين بخان شيخون تثير الشكوك متسائلة عن كيفية تحديد نوع السلاح الكيميائي المستخدم بهذه السرعة، بينما لم تقر حتى الآن باستخدام غاز الخردل في حلب. الخارجية الروسية كانت قد حذرت من أن استمرار تقاعس منظمة حظر السلاح الكيميائي حيال حادثة إدلب يضر، وأشارت إلى أن هدف الضربة الأمريكية على قاعدة الشعيرات بسوريا ليس تدمير السلاح الكيميائي الذي لم يثبت وجوده، بل هو الترهيب واستعراض القوة. كان الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في الجيرالدي قد قال أن استخدام تنظيم داعش غاز الخردل السام في العراق يؤكد مسؤوليته عن قصف خان شيخون بالأسلحة الكيميائية. الضابط السابق في تصريح لوكالة سبوتنيك أكد أن تصريحات البيت الأبيض التي تؤكد استخدام الحكومة السورية الأسلحة الكيميائية خاطئة، مشيرا إلى أن الهجوم بالأسلحة الكيميائية على خان شيخون يذكر بهجمات نفذتها الجماعات المسلحة سابقا. مستشارة السياسية الإعلامية للرئاسة السورية بثينة شعبان أكدت أن الهدف من قصف الشعيرات هو سياسي لا عسكري. وفي مقابلة مع الميادين ضمن برنامج لعبة الأمم، قالت شعبان أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أبلغ نظيره الأمريكي بأنه من غير المسموح على الإطلاق تكرار العدوان الأمريكي على سوريا. نحن والروس نعتقد أن الولايات المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لن يشكلوا لجنة، كما حدث في خان العسل أيضا منذ عام 2012. نحن طالبنا الأمم المتحدة بإرسال بعثة للتحقق ولم يرسلوا هذه البعثة. أستاذ سامي، يجب أن نفهم هذه الحادثة في إطار الاستهداف لسوريا، يعني هذه الحادثة لكي تعيد الهجمات النفسية والسياسية والإعلامية على الحكومة السورية.
شعبان أكدت كذلك أن الحديث عن سلطة انتقالية بات من الماضي وأن سوريا هي من تقرر في الداخل. لا يوجد الآن أي حديث عن سلطة انتقالية على الإطلاق. هذا من الماضي حقيقة. السلطة الانتقالية من الماضي؟ لا، السلطة الانتقالية من الماضي. لا يوجد حديث عن سلطة انتقالية. يوجد حديث عن أمور أخرى، عن وقف إطلاق النار، عن تبادل مختطفين ومعتقلين، عن إجراءات أخرى تتبع وقف إطلاق النار، ولكن لا يوجد الآن حديث عن سلطة انتقالية. إلى العراق، حيث أفاد مراسل الميادين في الموصل قبل قليل بأن القوات العراقية حررت حي النصر في الساحل الأيمن، وذلك بعد ساعات قليلة من تحريرها حي الثورة في الموصل القديمة. لذلك قال قائد الشرطة الاتحادية أن القوات العراقية تستهدف القيادات الميدانية الـ11 بوساطة القصف الموجه وتكثيف الرصد الاستخباري لتحركاتهم في الخطوط الخلفية. في غضون ذلك، يشهد باب سنجار في الموصل القديمة اشتباكات عنيفة، حيث تخوض القوات العراقية حرب شوارع مع مسلحي داعش في المنطقة وتجري المواجهات على مسافة قريبة. الميادين حصلت على صور للمعارك الجارية في منطقة باب سنجار داخل الموصل القديمة. معنا من الساحل الأيمن للموصل مراسل الميادين عبد الله بدران. عبد الله، تقدم جديد هذا اليوم في الأحياء القديمة، ليس كذلك؟ تضعنا في صورة ما يجري لو سمحت. نعم كمال، بالفعل هو تقدم جديد واستعادة حي النصر بعد السيطرة بشكل كامل على حي الثورة بجزئيه الأولى والثانية من قبل القوات العراقية. التقدم السريع الذي حصل كمال هو بفعل الخطة الموضوعة والتي ضمنت للقوات العراقية اندفاع أسرع وخطوات أسرع للمحور الغربي الذي يمثله جزء من الشرطة الاتحادية مع بقية صنوف جهاز مكافحة الإرهاب بقيادات العمليات الثلاث الأولى والثانية والثالثة. وبالتالي القوات العراقية كمال الآن لديها خطوط تماس مع مسلحي داعش في الإصلاح الزراعي، في الصحة، في الزنجيلي، وعند أطراف التنك والنهروان. التنك والنهروان يشكلان جزءا من الحدود البلدية الغربية أقصى الساحل الأيمن، هي محاصرة من محور الجيش العراقي من غرب المحور ومن شرقه قوات جهاز مكافحة الإرهاب. وبالتالي كل الأحياء التي تشكل حدودا إدارية غربية لبلدية للساحل الأيمن هي أسهل في استعادتها، على اعتبار أن جبهتين تضغطان على
على داعش في هذا المحور. القوات العراقية نجحت بالوجود العسكري في باب سنجار، وبالتالي ذلك يحسب للشرطة الاتحادية التي نجحت بتحقيق التفاتة سريعة من المحور الغربي غرب جامع النوري عند حي الفاروق، والسيطرة والضغط على الخط الرابط ما بين زنجيلي شمال الموصل القديمة والموصل القديمة عبر النفق الرابط الذي كان يعتمد عليه داعش في تنقل مسلحيه، وبالمناسبة شارع عام ونفق كبير طويل مسلح ببنائه الذي استغله داعش ووظفه لأن يتنقل مسلحوه عبر هذا النفق باتجاه الموصل القديمة كجزء من إمدادات وتعزيزات مسلحية التنظيم ما بين الموصل القديمة والأحياء التي تقع إلى شمالها. الضربات الصاروخية التي اعتمدتها القوات العراقية طاولت عدة قيادات بينهم مسؤول سرية الغرباء. طبعا الإسناد الصاروخي بالنسبة للشرطة الاتحادية والاعتماد على المعلومة الاستخبارية على اعتبار أن رصد شبكة اتصالات داعش اللاسلكية أصبحت بكامل شفرها وقنواتها اللاسلكية مؤمنة لدى عمليات قادمون يانين، وبالتالي الضربات تحقق نجاحات واضحة بالنسبة للقوات العراقية. شكرا جزيلا لك عبد الله بدران مراسل البيادين، كنت معنا من الساحل الأيمن لمدينة الموصل. وفي المحور الغربي للمدينة حققت عمليات الجيش العراقي تماسا مع أحياء الساحل الأيمن بعد تحرير العديد من المناطق الاستراتيجية. هذا تقرير لمحمد الفهد. توسيع رقعة السيطرة على المناطق المتاخمة لأيمن الموصل من جبهته الشمالية والغربية أتاح لقوات الجيش العراقي تحقيق التماس مع أحياء الساحل الغربية بعد عمليات عسكرية أفضت إلى تحرير منطقة الملوثة والمعامل التابعة لها ومحطة كهرباء الموصل. من غرب مدينة الموصل تمكنا من تحرير القرى اللي يسموها الجزيرة غرب حي التنك، إلى أن وصلنا خط 400 المتمثلة بمحطة كهرباء اليرموك، ومن ثم إلى منطقة الملوثة، ومن ثم تحقيق التماس مع العمليات الخاصة الثانية. هذا التقدم الميداني جعل القوات تشرف ناريا على أحياء الموصل من الغرب، وأصبحت على مرمى حجر عنها، حتى أن العمليات العسكرية داخل الساحل باتت أمام أنظار قوات الجيش، ولا سيما القصف واستهداف مواقع داعش ومفخخاته. بعد تحرير منطقة الملوثة بالكامل استطعنا من إدامة التماس مع القوات المتمثلة بالقوى الذهبية، الفرقة الذهبية، واستطعنا والحمد لله إحراز تقدم كبير بهالمنطقة. وصول القوات إلى هذه النقطة الاستراتيجية جعل من المحور الغربي للموصل يمتد من مشارف تل عفر الشرقية، حيث قوات الحشد الشعبي، حتى الساحل الأيمن بعد تحرير عشرات المناطق والقرى. تحقيق القوات العراقية المتمثلة بالفرقة المدرعة التاسعة للتماس مع أحياء الساحل الأيمن الغربية مكن القوات من تعزيز تطويقها على الساحل وقطع جميع طرق هروب داعش خارج المدينة. محمد الفهد من أطراف أحياء الموصل الغربية، الميادين. ظاهرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الأرض والسوبر، كوكب جديد قابل للحياة. مجددا حياكم الله. شهدت العاصمة الفنزويلية كاراكاس تظاهرات كبرى، التظاهرة الأضخم كانت لأنصار الرئيس نيكولاس مادورو الذي شارك بنفسه فيها وضمت عشرات الآلاف من المؤيدين، وفيما دعت المعارضة إلى تصعيد تحركاتها اتهم مادورو رئيس الجمعية الوطنية بقيادة الانقلاب في البلاد. أرادت المعارضة الفنزويلية استخدام الشارع سلاحا للضغط على السلطة، فجاءها الرد مفاجئا في الشارع المقابل،
مئات آلاف المؤيدين للرئيس نيكولاس مادورو احتشدوا في الطرق والساحات في تجمع وصف بالأضخم. حملوا اللافتات الداعمة ورددوا الهتافات المؤيدة. ومن بين أنصاره أطل مادورو ليخاطب الشعب موجها رسائل إلى المعارضة وداعميها ومتهما رئيس الجمعية الوطنية بمحاولة الانقلاب. خوليو بورخيس، أنت رئيس الانقلاب، في وقت لاحق لا تشكو عندما يأتي القانون ليحاسبك. خوليو بورخيس، أقول لك هذا في وقت مبكر دفاعا عن وطننا ودفاعا عن الشعب. في مقابل التظاهرات الحاشدة المؤيدة لمادورو صعدت المعارضة احتجاجاتها، تحركات دعا زعيم المعارضة هنريكي كابريليس إلى تكثيفها في مختلف المدن بتزامن مع إعلان السلطات عن مقتل شخصين وجندي في أعمال عنف سادت التظاهرات. تطالب المعارضة بانتخابات مبكرة وبالإفراج عن المعتقلين السياسيين واحترام استقلالية الهيئة التشريعية. الناس في الشارع يتظاهرون سلميا، والشيء الوحيد الذي نملكه هو الدستور، سعيا إلى الخروج الديمقراطي للأزمة، لكن الرئيس يلعب بالنار. لا تفصل الحكومة في فنزويلا التحركات الاحتجاجية عن المواقف الخارجية التي يأتي أكثرها وضوحا من الولايات المتحدة. تقول الحكومة إن الشارع المعارض يتحرك بإعاز من واشنطن. هذا ما عبر عنه مادورو نفسه، وهذا ما أوحى به أيضا وزير الخارجية الأمريكي ريك تيلرسون الذي طلب السلطات بسماع صوت المعارضة. أزمة ساحتها الشارع والقضاء، تزيد معها الخشية من أي استغلال خارجي للأحداث، خصوصا وأن التحركات إلى ازدياد. أعلنت موسكو اليوم أن اعتراضات واشنطن على كيفية تطبيق الصفقة النووية مع إيران هي في غير مكانها. وقال رئيس قسم منع انتشار الأسلحة والرقابة عليها في وزارة الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف اليوم أن أمريكا لم تستطع حتى الآن تقديم أدلة على أن الصفقة النووية مع إيران لا تعمل. من جهتها أعلنت الصين أنها ستوقع مع إيران الأحد المقبل في فيينا عقدا لإعادة تصميم مفاعل أراك الإيراني. قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية لو كانغ أن شركات البلدين وقعت مؤخرا بالأحرف الأولى عقدا تجاريا في بكين لإعادة تصميم المفاعل أراك وتجهيزه بالمعدات الحديثة. كما أشار المسؤول الصيني لأن إيران والسداسية الدولية سيعقدون اجتماعا دوريا للجنة حول الاتفاق الشامل للبرنامج النووي الإيراني يوم الثلاثاء المقبل في فيينا. وزير الخارجية الأمريكية ريك تيلرسون كان قد تحدث عن فشل الاتفاق النووي مع إيران في التوصل إلى النتائج المرجوة. قال إن ما وصفها بسياسة الصبر الاستراتيجي مع إيران قد فشلت. تقوم إدارة ترامب حاليا وعبر كل الوزارات بمراجعة سياساتنا تجاه إيران. إيران هي الدولة الراعية للإرهاب وهي المسؤولة عن تأجيج الصراعات وتهديد المصالح الأمريكية عبر الدول في سوريا واليمن والعراق ولبنان، كما وتستمر بدعم الهجمات ضد إسرائيل. وعدم مراقبة إيران سيجعلها تسلك طريق كوريا الشمالية. وواشنطن متحمسة لإثبات أن سياسة الصبر الاستراتيجي هي سياسة فاشلة. ومن أبرز الأخطاء في التوصل إلى الاتفاق النووي أنه تجاهل التهديدات الجديدة التي تشكلها إيران. حددت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر مدة يومين للأحزاب السياسية لاستدراك الأخطاء المتعلقة بشأن نشر الملصقات الدعائية في الحملة الانتخابية. وتوقفت الهيئة أمام تجاوزات برزت كظاهرة جديدة وتمثلت في نشر أسماء المرشحات من دون صورهن. هذا تقرير لأسامة عبد النور. إلغاء القوائم الانتخابية التي لا تظهر صورة المرشح هو قرار اتخذته الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعد جولات ميدانية رصدت خلالها ظاهرة مثيرة للجدل، نسوة مرشحات يرفضن مواجهة الهيئة الناخبة من خلال إظهار صورهن في القوائم الانتخابية. كمواطن جزائر أرى بأنها غير مقبولة، لأن المواطن في حالة ما إذا ينتخب لابد أن ينتخب على الأشخاص لا ينتخب على الأشباح.
أنا شخصيا ما يمثلونيش هاد المترشحين، لأنه بطبيعة الحال لو هو يعني عينه في يقدم نفسه يقدم صورته مش يحط اسمه فقط. الجدل القائم الذي تركز في المدن الداخلية المحافظة أثار حفيظة بعض الأحزاب، فهذه رفضت الانصياع للقانون بحجة أنها حرية شخصية. أما الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات فحذرت من أن العقوبة قد تصل إلى حد المتابعة القضائية. هذه الظواهر الجديدة ربما تخدش العملية أو تخدش الحملة الانتخابية ذاتها، لكن مهما كان أن السلطات العمومية و الهيئة الدستورية اللي مناط بها الرقابة والإشراف على الانتخابات فهي ترصد وتتحقق ولها حق الإشعار والإخطار. الأحزاب الإسلامية المعروف عنها تحفظها من ظهور المرأة في قوائمها تبرأت من الظاهرة المنتشرة في الأحزاب العلمانية. من ناحية القانونية لا يوجد عائق، لكن ما سمعنا به من ظاهرة أنه المترشح تستبدل صورته بخيال، هذه عملية نحن لا نقرها ولا نؤيدها ونستنكرها. أما عدم نشر صورة المترشح برغبة منه فهو عمل يدخل في حرية الشخص. جدل مستجد بين من يعتبر أن من حق المواطن الجزائري أن يتعرف على ممثليه في البرلمان ومن يرى في الأمر خصوصية على القانون الوقوف عندها. رغم انقضاء أسبوع على انطلاقتها ما زالت الحملة الانتخابية الأضخم في تاريخ الجزائر من حيث عدد الأحزاب والقوائم المشتركة تصنع المفارقات. على الورق أرقام ضخمة للمترشحين ولبرامج التجمعات الشعبية، وفي الواقع فتور وغياب حتى لصور المرشحين. أسامة عبد النور، العاصمة الجزائرية، الميادين. قبل 3 أيام من الانتخابات الفرنسية لا تغيير في المشهد الانتخابي. المرشحون 4 متقاربون جدا، إيمانويل ماكرو في الطليعة ثم مارين لوبين ففرانسوا فيو وأخيرا جان لوك ميلانشو، مع فارق أن حزب الجمهوريين ينشط جدا لدعم مرشحه فيو. انتخابات الدورة الأولى يوم الأحد المقبل وانتقال مرشحين من المرشحين 4 الرئيسيين إلى الدورة الثانية تتوقف على 4 عوامل. أولا، نسبة المترددين ما زالت تحافظ على مستوى ثلث الناخبين. ثانيا، نسبة عالية من الذين حددوا خياراتهم يمكن أن يغيروا في اللحظات الأخيرة. وثالثا، اندفاعة اليمين التقليدي من جديد لشد عصب حزب الجمهوريين خلف فرانسوا فيون الذي تعود أسهمه للارتفاع ولو ببطء. رابعا، الخطأ الوارد في إحصاءات الرأي وهي تتراوح بين 0% و3%. تبقى مارين لوبان وإيمانويل ماكرون في المقدمة، لكن مع فارق طفيف عن فرانسوا فيون الذي يستفيد في هذه الفترة من عودة الدعم وبزخم من حزبه اليميني. جان لوك ميلانشون يبقى بعيدا رغم نشاطه الملحوظ، ولكن في النهاية فرنسا اليوم ستصوت يمينا بعد ولاية الاشتراكيين للخمس سنوات الماضية، لكن كل هذه توقعات. جون ليك ميلانشون ورغم مراوحته حول نسبة 19% منذ عدة أيام ما زال يجذب الكثيرين من المترددين حتى الآن. حددت خياري وسأنتخب ميلانشون. أنا ممثل ولست سياسيا، ولكنه يمثلني وبرنامجه يعكس الأزمات التي نعيشها، خصوصا بالنسبة لعدم المساواة بين المواطنين وهو مع السلام والحفاظ على البيئة. التوقعات تشير إلى أن نسبة مقاطعي هذه الانتخابات ستكون عالية جدا، فلأول مرة في عهد الجمهورية الخامسة يتقدم المرشحون غير التقليديين، ما يضيع البوصلة لدى الناخب الفرنسي. لم تكن هذه الحملة على المستوى المطلوب، وهذا الأمر محبط جدا ويدفعني كما الكثير من الفرنسيين إلى التردد. لم أحسم خياري بعد،
لدي بعض الوقت حتى نهار الأحد، سأطلع على البرامج المختلفة وأحدد من يمثلني من المرشحين. التهديدات الأمنية الأخيرة فرضت نفسها على المشهد الانتخابي، إجراءات أمنية مكثفة، لكن التهديد الإرهابي قد يساهم في وصول فرانسوا فيون إلى المرحلة الثانية، على أساس أن الرجل الذي أمضى 5 سنوات في رئاسة الحكومة الفرنسية يملك خبرة لا يملكها الآخرون في التعاطي مع التهديد الإرهابي. 3 أيام تفصل عن فتح صناديق الاقتراع الفرنسية، وحتى اللحظة كل الاحتمالات واردة، بما فيها الاحتمال الصدمة، مبارزة بين جون لوك ميلانشون أقصى اليسار ومارين لوبان أقصى اليمين. بوصعاص باريس، الميادين. موسى معي الآن مباشرة من باريس. موسى، تحدثت في التقرير بأن هذه ربما أهم انتخابات منذ إعلان الجمهورية الخامسة، على اعتبار بأن هناك مرشحين في الصدارة ولا ينتمون أو غير تقليديين أو لا ينتمون للحزبين التقليديين. التوقعات آخر استطلاعات الرأي ماذا تقول، وأيضا احتمال حدوث مفاجأة في هذه الانتخابات ومجمل التحضيرات لانطلاق عملية الاقتراع؟ نعم كمال، عمليا توقفت الإحصاءات عند الأرقام التي تبث منذ عدة أيام، وهي متقاربة جدا، تتراوح بين 19% لجون لوك ميلانشون و 23% لإيمانويل ماكرون. هذه الاستطلاعات لا تزال على حالها، لم يتغير شيء منذ 3 أيام تقريبا. الكل ينتظر المناظرة التلفزيونية الأخيرة التي ستجري مساء اليوم على التلفزيونات الفرنسية، من أجل محاولة المرشحين الأربعة الرئيسيين تحديدا إقناع من تبقى أو المترددين تحديدا من الناخبين الفرنسيين لتحديد مساراتهم وتحديد خياراتهم ليوم الأحد المقبل. الحملات الانتخابية تواصلت حتى اليوم وهي ستتواصل حتى مساء الغد الجمعة. ستنتهي هذه الحملات وستترك الساحة يومين كاملين من دون أي تصريح ومن دون أي مداخلة للمرشحين. الحملات التي جرت خلال الساعات الماضية أعادت كل المرشحين إلى قواعد سياساتهم الأصلية. مارين لوبان في مرسيليا أمس أعادت التركيز على مسألة المهاجرين، وضعت نصب عيونها هذا الملف الذي لطالما بنى اليمين المتطرف سياسته عليها، مواقف متشددة جدا حيال المهاجرين، حيال اللاجئين وحيال الموجودين في فرنسا ويحملون أيضا الجنسيتين الفرنسية أو جنسية أخرى. هذه كانت النقطة الأساسية التي ركزت عليها في مداخلتها أمس. بنوا هامو أعاد التركيز أيضا على مواقف الحزب الاشتراكي، المواقف اليسارية التقليدية لهذا الحزب الرافضة للتطرف إن كان على اليسار أو على اليمين. ماكرون أيضا تناول من جديد الانتقادات الشديدة لفرانسوا فيون، وفرانسوا فيون أعاد أيضا التركيز على مواقف اليمين التقليدي الفرنسي الرافضة للمقاربة أيضا من مواقف مارين لوبين من مسألة أو من زاوية التعاطي مع المهاجرين والموجودين الغرباء الموجودين في فرنسا. إذن الكل ينتظر، أو الناخبين المترددين ينتظرون المناظرة التلفزيونية مساء اليوم، والاستطلاعات آخر الاستطلاعات تبقى على حالها. سنكون معك في كل جديد موسى عاصي مفدى الميادين لتغطية الانتخابات الفرنسية في باريس. والآن إلى فقرة الاقتصاد مع زميلتي فاطمة روماني. تفضلي فاطمة. شكرا كمال. أهلا بكم. قالت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي إن بلادها تتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى 5.9% هذا العام، مقارنة ب 5.4%، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الوقود وهبوط سعر صرف العملة المحلية. وتواجه تونس ضغوطا من صندوق النقد الدولي لإطلاق إصلاحات اقتصادية بهدف خفض عجز الموازنة، بعدما توصلت إلى اتفاق على صرف دفعة واحدة بقيمة 320 مليون دولار من إجمالي قرض قيمته 2.8 مليار دولار.
هبط الدينار التونسي إلى مستوى قياسي أمام اليورو، ما تفاقم العجز التجاري وانخفاض التحويلات من الخارج، ما يقوض احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية. التراجع يأتي في أعقاب تصريحات لوزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي عن تقليص تدخل البنك المركزي في سعر الصرف، وتبلغ احتياطيات تونس من النقد الأجنبي نحو 5,430,000,000 دولار، وهو ما يغطي الواردات ل 103 أيام. قال بنك المغرب المركزي إن الخطوة الأولى في برنامج تحرير سعر صرف العملة المحلية يبدأ في النصف الثاني من العام الحالي، ويسعى المغرب إلى تحرير سعر الصرف بناء على توصيات صندوق النقد الدولي مع تعزيز المالية العامة للبلاد بدعم عوامل مثل انخفاض أسعار النفط العالمية، ما يقلص تكلفة استيراد الطاقة. أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن اتفاق خفض إمدادات النفط العالمي لم يبلغ بعد هدف خفض المخزونات العالمية، متوقعا تمديد العمل باتفاق الخفض. وبدوره قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن عودة النفط الصخري لن تكون تهديدا، لكنها ستكبح إعادة التوازن إلى السوق. وبدوره أكد وزير النفط الكويتي عصام المرزوق أنه يتوقع تمديد اتفاق خفض إمدادات النفط العالمي لما بعد حزيران يونيو، مدعوما بزيادة التزام المنتجين غير الأعضاء في أوبك، وذلك خلال لقاء بين وزراء النفط الخليجيين في أبوظبي. تسجل أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا تحت تأثير عمليات شراء سجلت في آسيا، وذلك في أعقاب تراجع كبير بعد أرقام أظهرت ارتفاعا في المعروض الأمريكي. وتنتظر الأسواق الاجتماع المقبل لمنظمة الدول أوبك لترى ما إذا كانت الدول المنتجة مستعدة لتمديد خفض إنتاجها المطبق منذ كانون الثاني يناير من العام الحالي. تحتضن جمهورية القرم الروسية منتدى يالطا الاقتصادي الدولي الثالث بمشاركة أكثر من 5,000 شخص بين رجال أعمال وسياسيين وشخصيات اجتماعية وصحفيين يمثلون نحو 40 دولة. وتبدي روسيا اهتماما كبيرا بهذا المنتدى، وتعتبره فرصة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا الإقليم الذي انضم إلى روسيا بعد استفتاء شعبي قبل 3 سنوات. ويرى الكرملين في ازدياد عدد المشاركين من الدول الغربية وحضور وفود كبيرة من إيطاليا وإسبانيا واليابان والبرازيل وفنزويلا إشارة إلى فشل سياسة العقوبات الاقتصادية. ختام الموجز، عودة لك كمال. فاطمة شكرا جزيلا. طلق صاروخ الناقل سيوز اف جي اليوم إلى محطة الفضاء الدولية ناقلا المركبة المأهولة سيوز ام سي 04 وعلى متنها طاقم من شخصين بعد أن خفض عدد أفراده من 3 أشخاص. ويضم الطاقم رائد الفضاء الروسي فيودور يوروتشخين الأمريكي جيك فيشر. ومن المرتقب أن تلتحم المركبة الفضائية بالمحطة الدولية بعد ظهر اليوم. ونبقى في الفضاء، حيث اكتشف العلماء كوكبا اطلقوا عليه اسم الارض السوبر بسبب التشابه الكبير بينه وبين كوكب الارض، مشيرين الى انه الاكتشاف الاكثر اثاره في مجال الكواكب القابله للحياه. واشار العلماء الى ان الارض السوبر تبعد عنا نحو 39 سنه ضوئيه، وان عمر الكوكب يزيد على 5 مليارات عام، ويساوي حجم الكوكب 1.4 من حجم الارض، وتزيد كتلته 7 أضعاف عن كتلتها، وهو يقع في قلب منطقة صالحة للسكن، أي منطقة تصل فيها الحرارة إلى درجة معقولة بما يسمح بوجود تدفق المياه السطحية فيها. إلى كندا، حيث تجمع سياح لرؤية جبل جليدي عملاق ظهر على الساحل الشرقي في كندا، وبلغ حجمه أكبر من الجبل الجليدي الذي اصطدمت به سفينة تايتانيك الشهيرة، أدى إلى غرقها في مطلع القرن الماضي. استقر الجبل الجليدي في المياه المنخفضة من الساحل الشرقي على ضفاف مدينة صغيرة تدعى فيرلاند، والتي تقع في مقاطعة نيوفاوندلاند شرق كندا. لن إلى أخبار الرياضة مع زميلتي عبير الذوادي. تفضل يا عبير. شكرا لك كمال.
أهلا بكم. لم تحصل المفاجأة التي حلم بها برشلونة أو بتكرارها في دوري الأبطال. هذه المرة كان الخصم من أساتذة الدفاع في العالم وهو يوفنتوس الإيطالي الذي عرف كيف يحافظ على الأهداف الثلاثة المسجلة ذهبا. مباراة الإياب لربع نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب الكامب ناو انتهت من دون تسجيل أهداف فودع برشلونة المنافسات. وبرغم الخروج إلا أن جمهور برشلونة ودع لاعبي بالتصفيق بعد نهاية المباراة في مشهد حضاري بالغ. وسينصرف برشلونة للتركيز على مواجهته المصيرية ضد غريمه ريال مدريد متصدر الدوري السبت المقبل. ومن ملعب لويس الثاني أكد موناكو أحقيته ببطاقة التأهل إلى دور الأربعة بعد أن جدد فوزه على ضيف بروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف لواحد. ولحق موناكو ويوفنتوس بريال مدريد حامل اللقب وجاره ووصفه أتلتيكو إلى نصف النهائي الذي تسحب قرعته الجمعة في نيون. وأنهى الفريق الفرنسي أسبوعا مؤلما للكرة الألمانية بعد يوم على خروج بايرن ميونخ. ولم تخلو هذه المباراة من اضطرابات إذ أن انطلاقتها تأخرت 5 دقائق بعدما عرقلت زحمة السير وصول حافلة دورتموند إلى الملعب في الوقت المناسب. تأخير جاء بسبب الإجراءات الأمنية المشددة نتيجة التفجيرات التي سبقت مباراة الذهاب في دورتموند. المخاوف الإسرائيلية تتزايد من اتخاذ فيفا قرار تعليق مشاركة 6 فرق من المستوطنات. صحيفة هارتس نقلت مخاوف سلطات الاحتلال من عملية التصويت خلال المؤتمر العام المقرر عقده الشهر المقبل في البحرين. وبحسب الصحيفة فإن وزارة الخارجية أصدرت تعليمات لسفراء عشرات العواصم بالعمل لعرقلة عملية التصويت. في مصر وبعد 5 خسارات متتالية آخرها بالانسحاب من مباراة مصر للمقاصة عاد الزمالك إلى الميدان وحقق فوزا مقنعا على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة. الزمالك الغائب عن الانتصارات وهز الشباك منذ 24 من شباط فبراير سجل فوزه الأول مع مدربه البرتغالي الجديد أوغوستو إيناتسيو. كما حصل الأبيض على 3 ركلات جزاء ترجم باسم مرسي الأولى وتصدى حارس المرمى للثانية بينما أطاح مصطفى فتحي الثالثة فوق العارضة. ورفع الزمالك رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث بينما يتصدر الأهلي الدوري ب64 نقطة. تأهل بشق الأنفس لكروزيرو البرازيلي إلى دور 16 من الكأس على حساب ضيفه ساو باولو بهدف 2. خسر كروزيرو في إياب دور 32 لكنه استثمر فوزه ذهابا بهدفين نظيفين ليتأهل بمجموع 3 أهداف لهدفين. افتتح لوكاس براتو التسجيل برأسية للضيوف وانتظر تياغو نيفيس الشوط الثاني ليعادل النتيجة. هدف السابق لساو باولو حمل توقيع جيلبرتو إلا أنه لم يسعف الفريق للعبور إلى الدور المقبل. وبضربات الترجيح تأهل انترناسيونال أمام كورينثيانز بعد انتهاء اللقاء بهدف لمثله. ضربات الحظ ابتسمت لانترناسيونال بعد تكرار تعادل بهدف ذهابا وإيابا. مايكون كان افتتح التسجيل مبكرا لكورينثيانز قبل أن يوقف الحكم المباراة مرتين بسبب الألعاب النارية. وفي الدقيقة 72 نجح نيكولو باز في تسجيل التعادل وتحويل الحسم إلى علامة الجزاء. نهاية موجز أخبار الرياضة. شكرا لكم على حسن المتابعة والآن عودة وإياكم إلى الزميل كمال. عبير شكرا جزيلا لك. الظهيرة انتهت في ختامها تذكير بالعناوين. البرغوثي يقود من سجنه إضراب الأسرى عن الطعام في يومه الرابع ومسيرات وفعاليات تضامنية في أنحاء فلسطين. الجيش السوري وحلفائه يحررون طيبة الإمام بريف حماة الشمالي. اشتباكات عنيفة مع المسلحين في المنشية في ريف درعا. إن هذا العدوان على سوريا من غير المقبول أن يتكرر على الإطلاق.
شعبان للميادين، واشنطن لا تريد التحقيق في حادثة خان شيخون، وموسكو تقول الهجوم الأمريكي على الشعيرات هدفه الترهيب وليس تدمير الكيميائي. على وقع استمرار الاشتباكات، القوات العراقية تحرر حي الثورة والنصر في داعش أو من داعش في الموصل القديمة. مادورو يتقدم مئات آلاف المتظاهرين في كاراكاس رفضا للانقلاب، وتظاهرات مناهضة تتحول إلى أعمال عنف. مزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقعنا في الانترنت الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. إلى اللقاء.